تعد هذه الأرجوحة واحدة من أكثر الرياضات المتطرفة إثارة للرعب في العالم. تقع الأرجوحة على قمة أحد أعلى الجسور المعلقة في الصين، يبلغ ارتفاع الجسر 330 متراً ويوجد فوق وادي دهانك. إن سبب انجذاب الناس إلى هذه الرياضة المتطرفة هو أنها تقدم مزيجاً فريداً من الأدرينالين والإثارة والشعور بالإنجاز لتغلبهم على مخاوفهم ودفع حدودهم الشخصية، حيث يقوم الشخص بالقفز من فوق الجسر وتجربة السقوط الحر ثم التأرجح عبر الوادي، يجعل الشخص يشعر بانعدام الوزن والحرية أثناء تحليقه في الهواء.